حمص 4/4/2012 إحدى المشافي الميدانية في أحياء حمص. هذه هي إحدى الحالات التي تم توثيقها لأهالي بابا عمر بعد خروجهم من الحي، حيث بدأوا يعانون هؤلاء المرضى من أعراض جهازية معممة عبارة عن اعتلال أعصاب وآلام عضلية شديدة، بالإضافة لآلام في المفاصل وفقدان في الذاكرة، اندفاعات جلدية وتساقط للأشعار، آلام بطنية مبهمة. هؤلاء المرضى بدأوا يعانون من هذه الأعراض بعد خروجهم بحوالي 3 إلى 4 أيام من حي بابا عمر، مما يؤكد على أن النظام استخدم في حربه الغاشمة وضد المدنيين في بابا عمر أسلحة جرثومية وكيميائية. هذه هي إحدى الحالات، طبعا وثقنا حوالي 12 حالة، هذه حالة من إحدى الحالات، انظر تساقط في الأشعار. طبعا اثنين من هذه الحالات توفوا في مشفى البر، حسبنا الله ونعم الوكيل. نطالب كافة المنظمات الإنسانية بالتدخل لتشخيص هذه الحالات التي لم نستطع التوصل إلى أي تشخيص عن سبب هذه الحالات لعدم توفر المخابر اللازمة لهذا التشخيص. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.